انا من الناس اللي اتعلمت كتير في دولة الامارات. انا اشتغلت في دولة الامارات في بداية حياتي في اخر التسعينات لمدة سنتين ثلاثة، اتعلمت حاجات كتير. وهذه الدولة بعائلة زايد لها الكثير من الأيادي البيضاء على الحياة المصرية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. غدا 2 ديسمبر هو اليوم الوطني الإماراتي. يجب في هذا اليوم كل مصري أن يذكر المؤسس أو المؤسسان، لو هنتكلم عن الشيخ زايد والشيخ راشد، الاثنين اللي قعدوا مع بعض، اللي هم أبهات الاثنين الشيوخ الفاضلين اللي بيحكموا النهاردة في دولة الإمارات. وإنه سنة 71 2 ديسمبر 71 إعلان هذه الدولة العظيمة اللي وقفت جنب مصر في حرب 73، وقفت جنب مصر وفي أوقات كثيرة، وقفت جنب مصر بعد الإخوان المسلمين وفي 2013 والدعم لغاية دلوقتي. النهاردة طلعوا الشباب الإماراتيين وعملوا رقم قياسي بمناسبة العيد الوطني، علم الإمارات بطول 144 متر زي ما انتم شايفين البالم تحت أو النخلة تحت في دبي هي باينة، وفردوا العلم. أنا بوجه التحية اليوم للشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد الاثنين، وطبعا بنوجه التحية أيضا للشيخ خليفة. ولاد الشيخ زايد وولاد الشيخ راشد اللي عملوا دولة ترى قوتها بشكل واضح في السنوات الأخيرة. تظهر الإمارات غير أنها قوة اقتصادية، وكنا دايما نتكلم على قوة دبي ودور دبي في الاقتصاد العالمي. ترى الدور المؤثر لدولة الإمارات في العالم العربي سياسيا وعسكريا. نتحدث عن دولة تطورت سريعا وأصبح ليها دور واضح فيما يحدث في المنطقة. احنا بنهنئ إخواننا في دولة الإمارات، بنهنئ الشيخ محمد بن زايد، وبنهنئ أيضا الشيخ محمد بن راشد على يعني هذا العيد. بلد والشعب الإماراتي كله بلد جميلة، ويحبوا المصريين وأهلي المصريين بيشتغلوا هناك. بحب هذه الدول التي تحتضن مصر والعمالة المصرية.